السلام عليكم. في إطار سلسلة الحوارات التي تقوم بها جريدة بريس تطوان، كان لابد لنا أن نقوم بهذا الحوار مع منسقة النقابة الديمقراطية لكتاب المحامون بالجهة الشمالية هبة البقالي. بداية، قبل الخوض في الأسئلة، نود أن نعرف المشاهدين على سيادتكم من واقع عملكم. هل يمكنكم إعطاء تعريف لمهنة كتابة المحاماة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنشكر جريدة بريس تطوان على إتاحة الفرصة لنا للتعبير عن معاناة هذه الفئة المهمشة التي تعمل بمهنة كتابة المحاماة. فرمضان كريم للجميع وكل عام وأنتم بخير. مهنة كتابة المحاماة هي مهنة غير مقننة، تعمل في ظروف غير إنسانية، خاضعة لقانون الاستغلال. هناك فقط بعض المناشير الوزارية صدرت في السبعينيات تخدم فقط مصلحة المحامي بصفة عامة ومصلحة وزارة العدل، بينما مصلحة كاتب المحامي تم تهميشها نهائيا. هذه نبدة صغيرة. إذن ما هي المعاناة والمشاكل التي تعيشها هذه المهنة؟ مهنة كتابة المحاماة هي أصلا مهنة المعاناة بامتياز، رغم أنها مهنة قانونية بامتياز. فأغلب العاملين بهذا القطاع الحقوق القانوني بامتياز يعملون في ظروف غير قانونية. ف90% من العاملين بهذا القطاع لا يتوفرون على أدنى شروط العمل، فلا تغطية صحية، لا يسمح لهم بالاستفادة من الضمان الاجتماعي. ف90% لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد. كما أن هناك مشكل الأجور الذي هو يعتبر مهزلة، حقيقة مهزلة، ونحن في الألفينات في الوقت الحالي. فأغلب الكتاب، وأقول أغلب الكتاب وكاتبات المحامين، أجورهم لا تتعدى 700 درهم و 1500 درهم حاليا، ويمكن أن يدخل في ذلك عملية التنظيف. كما أن هناك عدم الاستفادة من الأقدمية، يعني جل أو نقول الأغلب الكل لا يستفيدون من الأقدمية حسب ما جاءت به المادة 350 من قانون مدونات الشغل. أضف إلى ذلك ساعات العمل غير محددة، فأغلب العاملين بهذا يعملون أكثر من 8 ساعات القانونية ولا يتم تعويضهم عليها. كذلك هناك مشكل الكبير هو مشكل المجاملة التي يحظى بها المحامي. فيمكن فالقانون فالمحامي يعتبر نفسه خارج مدونة الشغل، يمكن أن يطبق على الغير ولا يطبق عليه. كما هناك أنتم أشرت إلى كل النقاط: الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، التقاعد، الأقدمية، الساعات الإضافية والعطل السنوية. العطل السنوية هناك من يرفض أن تكون مؤدت عنها، لأنه يقول كيقول الكاتبة ديالو أو المساعد ديالو: مادام ما خدمتيش ما غتاخدش الأجر، والمادة كاينة كتنص على ذلك. ما هي العراقيل والصعوبات التي تواجه عملكم النقابي؟ المعيق الأول هو تخوف كتاب المحامين من أو مساعد محامين من الانخراط في العمل النقابي، لأن الخوف كيرضاو يخدموا في وضعية مزرية، ولكن لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم خوفا من الطرد التعسفي، لأنه لا يوجد حماية لهم قانونية. وكما قلت سابقا، العائق الأكبر هي ظاهرة المجاملة التي يخضع بها المحامي، لأن الكل عندما ترفع مشكلة محامي كاتب أو مساعد محامي، الكل يتهرب من المسؤولية بصفة عامة، كيقول لك سلك ما عندك ما تعمل.
ما هي أهداف نقابة كتاب المحامون وما هي أهم مطالبكم؟ أهم الهدف الأساسي الذي نعمل عليه هو سن قانون تنظيمي لمهنة كتابة المحاماة، لأن بدون قانون تنظيمي للمهنة لا يمكن تحقيق أي هدف. ومن أهم مطالبنا والتي تعتبر مطالب اجتماعية محضة هي مطلب التغطية الصحية، إجبارية التغطية الصحية والتقاعد، لأنه ملي كيمرضنا شي كاتب كنفتحوا ونظرا للأجور الجوع الذي يتقاضها ذلك الكاتب أو الكاتبة مساعد محامي بصفة عامة، نفتح باب التبرع، نلجأ للتسول من أجل معالجة، لأجل المساهمة ماشي معالجة، من أجل على الأقل المساهمة في تخفيف عبء العلاج على ذلك المريض. هذا من جهة. ونؤكد كذلك على التقاعد، لأن أغلب كتاب المحامين، وأتحمل المسؤولية، لأن أغلب كتاب المحامين كما أشرت سابقا لا يتوفر عن الضمان الاجتماعي، يعني لا يستفيدون من التقاعد، يعني كيقضي 30 سنة ولا 40 سنة في الخدمة، وملي وعندما تخونه صحته ويصبح غير قادرا على العمل يكون مصيره سلة المهملات ويخرج من العمل كما ولدته أمه. هذه من بعد المعاناة. إذن لمن تحملون المسؤولية هذا الوضع المزري التي تعيشه مهنة كتابة المحاماة؟ صراحة أحمل المسؤولية لوزير التشغيل ووزير العدل ووزير حقوق الإنسان، كما أحمل المسؤولية لمفتش الشؤون والضمان الاجتماعي، لأنهم لا يقومون بواجبهم المهني تجاه هذه الفئة. هذه الصراحة، فلو كانت هناك صرامة في تفعيل القوانين وخصوصا قوانين مدونات الشؤون على أرض الواقع لما ساد قانون سوق النخاسة في مهنة كتابة المحاماة. إذن ما هي آخر كلمة تودين توجيهها من هذا المنبر؟ أوجه رسالة إلى كل مسؤول له ضمير حي، أما المسؤول الذي مات ضميره فرحمة الله عليه، أن ينظر بصفة رحمة على الأقل في هذه الفئة من اليد العاملة، وأن يساهم جديا في رفع الحيف التي تعاني من هذه الفئة، ما دامت رغم أنها تعمل في معبد القانون وهي تفتقر إلى أبسط الحقوق التي يخولها لها القانون. كما أوجه رسالة والتماس إلى السادة المحامين الأجلاء الذي يكن لهم كل الاحترام، أن يسمعوا نداء هذه الفئة وأن يحترموا القانون وأن يحترموا مدونة الشغل وأن يحترموا القسم الذي أدوه من أجل مزالة المهنة. وشكرا على الاستضافة.